العدسات التي توضع في الأسنان هل هي مانعة لماء الوضوء؟ ما أعرف الحق أخي ياسر هل هي فعلا مانعة الوضوء أو لا، وعلى كل حال يعني يسأل الاختصاص في هذا، هل هي يعني تحجب ما يصل إلى السن وتحجب ما يعني شيء من الفم؟ ما أعرف الحق في هذا الشيء. إن كانت حاجبة يا شيخ كانت تحجب. والله يا أخي ياسر فيما يظهر لي التلبيس الآن التلبيسات ما يسمى بالتلبيسة كذلك ليس لها أثر أخي ياسر، لأن المقصود هو ماذا؟ المضمضة. هو المضمضة، والمضمضة تحصل سواء حجبت أو لم تحجب، فالمقصود ما دام أنها لا تمنع المضمضة المشروعة شرعا. المضمضة حاصلة. المضمضة حاصلة فهي الحمد لله جائزة والله تعالى أعلم، لكن هل هي تحجب أو لا ما أعرف الحقيقة هل هي كذلك أو لا، لكن المقصود ما دام أن المضمضة المشروعة حاصلة في الوضوء فهي جائزة حتى وإن الإنسان استعمل مثل هذه العدسة. مسألة استخدامها عاد ما أدري الحقيقة ما العلة في استخدامها، هل هي من قبيل التداوي؟ لا من قبيل، يبدو أنها من قبيل الزينة والتجمل. والله ما أعرف يا أخي ياسر في هذا، لكن هي الأخت تسأل عن مسألة الوضوء. هي تسأل ما دام أن الوضوء والمضمضة الشرعية حاصلة المشروعة حاصلة في الوضوء فالحمد لله وليس لها أثر على الوضوء والله تعالى أعلم. الحمد لله.